خلال من وقت ما شفتهم على تيك توك، وأنا بطلت طبق المكياج إلا عبرهم. مرحبا يا حلوين، أنا ديما. فيديو اليوم هو حيال من وقت ما شفتهم على تيك توك وأنا بطلت طبق المكياج إلا عبرهم. هدول الحيال في منهم هلأ ترندينج، وفي منهم قد ما يمرق الوقت عليهم ما رح يموتوا، ورح ضل طبق تقنيتهم على الأكيد. بصراحة يا صبايا، هدول الحيال يا ريت عرفتهم من قبل، وبعد هذا الفيديو انتو حتقولوا نفس الشيء. أول حيلة حنشوفها مع بعض وحنكون عم نطبقها. نحن بحاجة لكباية أو وعاء فيه مي والفاونديشن اللي حتستخدمه. أنا هالستيب كتير بحبها. منجيب طرف الفرشاية لنشيل الفاونديشن من المي. أكيد أنا طرف الفرشاية نطفته صبايا. حيطلع لكم فاونديشن فلوليس، وحتكونوا حاسين أن وشكم مرطب أنتوا عم تطبقوا الفاونديشن، فبيكون أقل زيوت على بشرتكم وأكثر ترطيب. عن جد صبايا، انا بطلت طبق فاونديشن الا بهيدي الطريقه، لانه اول شيء اندماجها سهل، وبحس بشرتي ما كان حاطه فاونديشن. من بعد ما طبقنا نحن الفاونديشن بهيدي الحيله وطلعت الفاونديشن رائعه، هلا سويت الكونسيلر، وهيدي الطريقه بالكونسيلر صراحه ما بوقف استخدمها، وحسيت انه عن جد غيرت لي كل المكياج واللوك النهائي. مثل ما شفتوا هي حطت بلاش اول شيء تحت العين، وهلا بنحط الكونسيلر وبنعمل بلند. رائع. هعمل العين الثانية. ما بقى عم طبق كونسيلر الا بهيدي الطريقة صبايا. وانا كمان يا صبايا بحس البينك اللي استعملناه اللي هو البلاش عم يعمل نيوترلايزنج لكل الالوان اللي بتكون عنا اياها بالبشرة، يعني اذا عنا اسوداد او اذا عنا هيك شرايين صغار تحت العين مبينة بيبطل مبين شيء. وهيدا الكونسيلر خلصنا. والحيلة الثالثة يا صبايا هي بخصوص الكونتور للوجه. في فلتر على تيك توك بطلت اعمل كونتور لوجهي الا من ورا. هلا انا شو حاعمل؟ جبت تليفوني، حاخذ صورة وفرجيكم كيف قصدي وين لازم نطبق الكونتور، وحكون عم صور لكم الخطوات اللي بدنا نعملها. هي صبايا هيدا الفلتر اسمه فلتر فيس ليفت، فنحن بنعمل مثل ليفت لوجهنا بس عبر المكياج. فهيك بدنا نطبقه على وجهي. حجيب براش لكون عم طبق هيدا الكونتور على وجهي. حنعمل اول شيء 1 2 3 4. اذا ملاحظين تقنية هي تحديدا هيدا، ان نكتر هون الغامق هي بتعمل اللفت تلقائيا. هلا كونتور الانف، هلا يا صبايا حكون عم بعمل هايلايت بالكونسيلر للمحلات اللي على الانف، وكمان حد العين من هون، لانه نحن حطينا كونسيلر في بقلبه بلاش، فما بدنا نقرب لتحت العين. وير دان. هلا يا صبايا اللي حنعمله، اول شيء بنعمل بلند للكونتور الغامق بحركه لفوق. بعدنا بأول الطرف وشفنا قد العين بينت مسحوبة. هعمل بلند للكونسيلر من هالميلة لتبلشوا دغري تشوفوا الفرق. ما بين لكم في لفت. هيدي هي النتيجة. أنا هيدي الطريقة كتير بحبها، والحيلة بتجنن، وخاصة بمنطقة العينين لأنه بحس عيوني عملوا سحبة رائعة. هلا صار وقت البلاش. هيدي من احلى واسهل الحيال. مثل ما شايفين منجيب البلاش كيف هي طبقت من طرف العين تحت العين، بنطلع على الانف هيك تقريبا. وهلا بنعمل البلند. هيدي الطريقه كتير حلوه لانه ببين عنا هيك منخارنا السانكست. هاي اوقات الطريقه بعملها بدون ما اكون حاطه فاونديشن، بس بعملها الصبح مع كونسيلر وبروح على دوامي او حتى مع اصحابي. هلا بنوصل للاي شادو. حنكون عم نستخدم الاي لاش كيرلر، كثير سهله
هجيب لون انا يكون نيود، هحطها هيدي فوق عيني وحكون عم مرق اللون بطريقه انا عم بتبونش. هلا طرف الكيرلر من جوا حكون عم بستخدمه لطبق لون اغمق بشوي. شوفوا لي هي سحبه العين والتحديد والاي شادو اللي فاتح من فوق ومعمول هون مثل كات كريس هالمحل بالعين الفاضي. حنكون عم بحط هلا عليه لون بيج فاتح. شوفوا هلا حنعمل العين الثانيه. كتير حلوين العيون وكتير ظابطين مع الكونتور اللي عملته للقبل وكتير فريش. انتو شو رايكم؟ عن جد مش حلوين؟ انا كثير حبيتهم. واو. هلا لحيلة الرموش وهيدي يعني انا كل وحده بقول لكم عندها المفضله عندي، بس عن جد هيدي كثير حلوه، حتشوفوا الفرق برموشي. انتو بحاجه للبراش، هيدي البراش تبع الرموش تبع الحواجب، او فيكم ماسكارا فاضيه ما في عليها اي شيء، جيبوا كونسيلر وبتمرقوها بشكل خفيف على اطراف الرموش مش على اصل الرموش من تحت. هلا منجيب الباودر اللي هي لوس باودر، منجيب نفس البراش منغطسها باللوس باودر منحطها على الاطراف شوي شوي يا صبايا كرمال ما يوقع بقلب عينكم وتنزعجوا. وهلا منجيب الماسكارا، بتعطي كثافه للرموش وطول اكثر من رائع. وحتى لو الماسكارا اللي بتستعملوها بتعمل هيك فتخيلوا التاثير او الايفكت تبع الماسكارا من بعد هدول الخطوات. هلا صار وقت الليبستيك مثل ما شفتوا بالفيديو او حتشوفوا هلا. نقيت هي راندوم يعني بعشوائيه، فانا هلا كمان حاول نفس الشيء. سو هيدا ليب جلوس بيربل، يعني شو بيطلع لنا لون ثاني. بينك ليبستيك. اه لا كثير غامق. كتير كتير غامق. هلا حبيته. انا وصغيرة كنت احط هالقد غامق. وهلا حنحط الليبستيك البينك الجليتر بينك بقلب الشفاف من جوا تا نفتح اللون شوي. هلا هيدي حلوة نعملها نحن وظاهرين هيك ظهرة عادية مع اصحابنا، بس انه مش ظهرة مهمة. انا كتير حبيت النتيجة صراحة. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وكل حيلي انا عم بستعملهم حاليا بروتين مكياجي، لانه عن جد حيفيدوكم وكثير حيطلع نتيجه رائعه. وما تنسوا تعملوا متابعه للقناه وتضغطوا زر الجرس لتشوفوا كل الفيديوز الجداد، ونزلوا تطبيق جمالوكي، وانا بشوفكم بغير فيديوز. باي.